مشرقا منيرا دائرا في الامل والحياه. اياما كثيره انطوت وامال كثيره انبرت ويعود اثار الثقافه في كل عام ليثبت اننا شعب حي لا يبدل بين حياه كريمه وعيشه سقيمه. مع كلمة أثار الثقافة تلقيها القيادية والمتطوعة دعاء حمادي فتتفضل. جمعية بيت الصداقة، قد اطلق أثار قبل 5 سنوات في طنجة ليكون ضمن قافلة أثار في كل البلدان التي أطلقها مركز مساواة في ذكرى ميلاد الشاعر الفلسطيني محمود درويش. في أثار نتعلم القيادة والتعاون والشراكة لمصلحة جيل مثقف واعي يتعلم من الذي قبله ويبني المستقبل. لقد بدأنا قبل كل بدء بوضع رسالة للإنسان حول برنامج أثار الثقافة، فكان أثار رسالة لشعبنا الفلسطيني الصامت، رسالة لحريته وكرامته، كان أثار رسالة للمرأة والأم، رسالة للأرض ووطن الذي ليس لنا وطن سواه. الحضور الكريم، لقد بدأنا أثار نحن وكل الشركاء في إبراز دور المسرح وفقا لمقولة أعطيني مسرحا أعطيك شعبا، فكنا مع مسرحية عبوب المسرح القروي الطمراوي، ثم في بازار الثقافة لأجمل التحف التراثية والجميلة، وكما عرضنا فيلم يد في المدارس الذي يدعو للحياة والابتسامة في وجه العنف والتخلف، ثم في أشهر رواية عفيفة بنت المختار الكاتب الطمراوي يوسف حجازي، وثم أطلقنا مسابقة الكتابة الإبداعية في المدارس الابتدائية في طنجة لنكون للطلاب منبرا للإبداع. واليوم ها نحن نتجول بين لوحات دامونية مهجرة تذكرنا في الوطن الذي لم يغب عن أعيننا لحظة، لنستكمل الجمعة إحياء يوم الأرض في قرية الرواس المهجرة مع برنامج زاخن الأسرة والطفولة مع صلاة الجمعة على أرض الرواس الحبيبة. لنختم أثار يوم السبت مع البروفيسور رياض إخبارية في أمسية كلثوميات دماغ ورمسيات. جمهور الكريم، من أسس صمودنا بقاؤنا وتطورنا هو الثقافة التي دونها نحن عداء وتأكلنا الهشاشة. لا تختمر برنامجنا إلا بكم وبحضوركم. شاركونا عصف أثار البديع وجميل ولنا موعد مع الحياة. ملكه ورسوله والمؤمنون. بداية نرفع تحية الحاضرة وشكرنا الجزيل وتقديرنا العميق وحبنا الصادق لكم جميعا وللجنة أثار الثقافة الفلسطينية في بلدتنا الطيبة، ممثلا بالناشط الوطني المحامي الصديق نزار عثمان، على هذه الأمسية الحضارية والوطنية الملتزمة مع ذاكرتنا والداود الفنانة المبدعة سلوى عثمان ومحاضرة المهندس الصديق الفنان الرصاد المعروف زياد طارق. نلتقي في هذا المساء لأننا نحب الفن ما استطعنا إليه سبيلا، ومن يحب الفن يحب الحياة ما استطاع إليه سبيلا. نحب الحياة تما وكيفا، نحبها حياة كريمة مهذبة وكدسة ومعطاءة وخضراء، نحب أن يسودها العدل والخير والسلام والنقاء لا تعرف العنف والقبح والشر والقضاء هكذا. والفن بوجوهه المتعددة هو تعبير جمالي مطلق يتجاوز حدود الزمان والمكان واللغات، فالفن يرقص في الشعر ويختال في التماثيل ويهتز في الأوتار ويجن في الألوان ويثمن في الغناء ويحلم في الرسم ويبتكئ في البناء ويقبو ويكبل ويهلل في المرأة كما قال أمين نخبي. أمس إخوتي أخواتي، أمس
كنت هنا في النادي في موضوع آخر موضوع مسابقة القصة القصيرة في طمرة، وتعرفت مباشرة على الأخت سلوى كنعان، سلوى عثمان، شفت الرسومات كلها طلعت عليها. طلب مني الأخ نضال إذا ممكن أحكي كلمة عن الرسومات كذا، وهكذا اليوم يعني من 4-5 ساعات قعدت وكتبت كلمة على السريع، بتأمل أن تطلع أكثر في المستقبل. اسم المعرض: ذاكرتنا والدامون. والدامون قرية قريبة منا تم تدميرها وتهجيرها في عام النكبة، في عام النكبة والخيانة العربية 1931، من أصل 531 قرية. والعنوان هو عتبة النص الفني والكلامي الأولى، والعتبة الأولى ومن أهم المفاتيح ودلالة العنوان مفتوحة المجالات الفرعية مفرطة الذاكرة تشي لنا بأن المبدع لا تعيش في الدهون، هي بعيدة عنه أو البلدة غير موجودة. أنا كناقد هنا أنا أعرف قصة الدهون وكل شيء، ولكن أنا كناقد هي أنا في سويسرا أنا أتعامل مع دلائل العنوان بدون التفاصيل الثانية، وأنني لا أعرف التفاصيل الحياتية. تعيش في الدهون. مضمون اللوحات: قراءة في أسماء اللوحات وتأمل في مضامين اللوحات تؤكد لنا أننا أمام فنانة وطنية ملتزمة وواعية لدورها، وهو في قيامها بالتوثيق في استحضار الغائب. استحضار الغائب واللا موجود، والتوثيق هو عمل حضاري ووطني. وحبذا لو تهتم سلطاتنا المحلية بتخصيص وظيفة للأنشفة والتوثيق، وللأسف نحن شعب لا موحد، لهذا قام الغاية بالحركة الصهيونية والرجعية العربية والعرب المنحاز والجهل المنحاز للجهل والغرب المنحاز للجهل والجهل العربي بتشويه وشطب وتزوير الكثير من تراثنا. هذه مشكلة نحن الحق عليها. قراءة اللوحات ونجد اللوحات الشخصية: أمي والدامون، أبي والدامون، الحراد والمحراد، صانع اللبن، لوحات الطبيعة: شجرة عروس الغاب، واحد الدامون، ربيع الدامون، غروب وربيع، الأماكن، عين الدامون وغيرها. ولها لوحات يا بيتنا، الأغراض، القدر، المصباح، لوحات الموقف. إذن هذا المعرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الطبيعة، الإنسان، ولوحات الموقف، العمق الفكري. انتمي إلى المدرسة الواقعية الفوتوغرافية تقريبا من حيث التعبير الفني، وهذه المدرسة هي الأقرب إلى التعبير عن رسالة الفنانة سلوى. وأعتقد ولا أجزم حكيتها وليس آخر. إخواني ولد ثاني عنده موهبة، موهبة عميقة. لا يمكن مهما بلغت الموهبة من قوة لا يمكن أن تخدم الإنسان المبدع صاحبها يعني بخدمة أبدية. لابد يجب أن تتغذى الموهبة بالقراءة الواعية، أعني في كلمة الواعية مش أي قراءة، بالقراءة الواعية والمعرفة الأكاديمية للموضوع، وهكذا يتقدم الإنسان. فنحن مع رسام واعي جدا، هي لها موهبة واضحة الموهبة، وفي الوقت نفسه درست الفن دراسة أكاديمية وتعمل فيه. بمعنى آخر هي تجمع بين الموهبة، لأن من يعتمد على الموهبة، أنا أقول هذا كثير للأدباء الأصدقاء الذين يعتبرون مهما كانت الموهبة فإذا اعتمدت عليها طويلا فإنها تتكرر وتتحجر وتتجمل وتتأخر، لابد من تكرار. إخواني وأخيرا وليس آخرا، أحبتي لكم مني محبتي ولكم مني لبيت الصداقة خالص الاحترام ودائما إلى الأمام. الكابور دامونية الأصل، درست الفنون في كلية مركز الجليل حاصلة على شهادة مرشد مؤهل في الفنون، وتعلمت الرسم على يد فنانين محليين من سخنين والجولان. شاركت بعدة معارض محلية منهم معارض مشتركة لعرب ويهود. تعمل مرشدة فنون في رياض البساتين
ومرشدة في متحف الفنون. يعطيك ألف عافية سلوى. و شجعتي تحكي؟ لا بس شكرا للجميع. ماشي يعطيك ألف عافية. راح نحدد ساعات المساء من الساعة 5 للساعة 8 يكون حدا متواجد. في إمكانية اللي بيقدر اللي بده يجيب طبعا سلوى ضيوف اللي بتحب تجيبين أي محل يزور المعرض. بنعطيكي مفتاح كمان يكون معك اذا تيجي باوقات اللي هي مش اوقات اللي احنا متواجد فيها. وهيك بتقدري تعملي كمان لضيوفك اللي من اي محل بيجوا يشوفوا المعرض. بحكي الشخصين انه هذا اول معرض لسلوى معرض كامل مع عنوان دائما سلوى بالسنوات الاخيره عرضت لوحات في معارض مختلفه. هذا المعرض الاول لسلوى الدامون اللي تعرفنا. يعني انا قريب سلوى بس ما كنتش عارف انها بترسم. وقبل كم من شهر عرفت انها بمجال الفن وهيك بلشنا نبلور معها امكانيه انه تعمل معرض كامل حول الدامون. وانجزت المعرض بكل احترام ويعني وحرفيه خلينا نقول. وهذا هو المعرض الاول. فمبروك سلوى ومنه طبعا لكل المعارض الجايه الكبيره محليا وعالميا.